بسم الله، الحمد لله. ربنا اجعلنا دعاة سلام ومحبة ووئام يا حنان يا منان. ولقد ربي يخاطب الناس اللي قاعدين في معمعة أحد، ربي ذكرهم عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام من خلال القرآن: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أراه كنتم قلة مشكي وابتليتم في أحد، فما فرق العدد. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني في عدد قليل وحال ضعيف. عمركم ما خضتوا حرب قبل بدر، واللي معروف عندكم لديكم أنكم قلة ثلث عدد كلاب قريش والطائف وغيره وغيره. هنا هو سلاحنا بسيط، وعندنا تقريبا راكب ولا راكبين بالمئات ربما. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يعني كونوا أتقياء، بس كونوا مؤهلين لشكر الله، لأن يعني الإنسان اللي مشتقي يعرف اللي فما رب مشتقي يعمل فرندس غايص منا في بلدات الدنيا كما يريد الشيطان، باش يعميه ويسميه ويجعله من النادمين والخاسرين، نسأل الله السلامة. وهذا كثير من الناس يدعون أنهم من أمة الإسلام. خاتيكم، فيقوا على روحكم، صلحوا أموركم مع الله، خير لكم من التمادي في انتساب لا يحل لكم الانتساب للأمة إلا أن كنتم ملا من المسلمين المؤمنين، وبعض منكم من المتأدبين مع الله. احنا قلنا الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا كان ربي يراك وأنت مكش متأدب فلست بمحسن، وإذا كان مكش محسن من أغلب الأحيان مكش مؤمن، وإذا كان مكش مؤمن من أغلب الأحيان ما فهمت شيء من الإسلام إلا المضاهي، نسأل الله السلامة. أو طابع على الرأس وانت ماشي.